يقولوا ما يطيح إلا الشاطر، تعيش وتاكل غيرها، لا في البال ولا على الخاطر، عليه وفي كديرها. يقولوا ما يطيح إلا الشاطر، تعيش وتاكل غيرها، لا في البال ولا على الخاطر، عليه وفي كديرها، عليه وفي كديرها. بالجو قال لك مشيها، اهي صارت ارضى بيها، بالجو قال لك مشيها، اهي صارت ارضى بيها، وش عف ما عاد ما عاد تديرها. عليه وفيك يديرها، لو منك غالي يا غالي، لا صار اليوم معنا فنان ضيف وفنان شعبي، مشاهدات على اليوتيوب وصلت 2 مليون و3 مليون، فنان محترم مؤدب نزيك جدا جدا، الفنان المبدع عوض بن جبرية. عليه وفيك يديرها. الفنان الشعبي عوض بن جبرية، الفنان اول ما اتصل به صاحبه وزميله علي التجوري قال ما عندكش مشكله عليه، هو اول مره نمثل في مسلسل، لكن والله ما رد لك طلب وحاضر. وجانا الفنان الشعبي عوض بن زبية، وتوا نحن في استقبال الفنان الشعبي المميز بصوته الحلو، الفنان عوض بن زبية يستقبل فيه الفنان علي التجوري ودير الاستقبال الحلو كذا. احنا كيف ما قلنا مشاهدينا الكرام، كل فنان نستقبله فيه في استقبال خاص، مش هو يعيش في وهم ونعيشه فيه في وهم، ولما يخش عندنا في اللوكيشن حنكلبوه وحنهبلوه. لكن انا نطلب من سموح الفنان المميز عوض بن زبية، وتوا ننتقلوا للوكيشن وهنا عادي نغير بشي ونخش للعوض بن زبية، وان شاء الله يا ربي تنال اعجابك. عليه وفيك يدير. عرفت كان عرفت؟ لا خليك كمل هنا. هاي هل ميغني؟ خليك كمل هنا بتاعها؟ لا ما قطعش لي وغير. ترى غني نعود ذاك في حاجة كده، أبسطنا الله يبسطك. حتى ليلى ما بيبكي، حتى ليلى، حتى ليلى ما بيبكي، حتى ليلى، حتى ليلى اللي ليلى انتي نبكي لا، حتى ليلى ما بيبكي، حتى ليلى. قريب بكينا بضايق وهذا قريب بكينا فكك الله مضيق. الله يبسطك الله يبسطك. أنا نحب الشباب يحبوا يغنوا، لكن نعم مشكلة، أنا ما نعرفكش بسلامتك، لكن كل عين تضحك الجيلة. إيش اسمك؟ كل عين تضحك الجيلة. هذا غناوة تعالى. أنا قلتك أنت انصلعت. راح انصلعت وكبرت وكبرت، ممكن كشي ناس ما ترى كل حاجة هيك من طوري ناك بتاع عبد الحليم ده، حاجة هيك بتاع ناس قدمتها. عندينا شو عندينا على بر الغراسينا، دل عمري ما وهوايا هوا، عدينا شو عدينا. هلا سوا عبد الحليم يقول أنا عم توا. عم يقول يا بسم الله. عليه وفيك يديرها. كذا يا ويبا تبي دير تستنى. عطيني وعد بوك انضبط. لان شوي اسكت علي. صوت الشيرة. عوض عطيني الحوار واكمل فارغ الحوار. الحوار؟ الحوار انا عوض. اهلا وسهلا. مرحبا. استاذ علي ولا لا؟ اهلا. بيت مرحبا. ايش حالك؟ شركة الانتاج المفروض ان هي طلبتني يعني. والله من حضرتك انت. فنان عوض بن زبية. عوض بن زبية هذا من هو؟ بصراحة على التلفزيون هذا الحوج هذا ما يدري عليه بك 24 ساعة طاف في التلفزيون. وانت الحد قلبي انك كنت الشركة انتوا اللي دز علي مش نالي لك. انت اللي جابوك الشباب اللي يخدموا. مرحبا مرحبا مرحبا. ايش حالك يا ولد؟ مرحبا. ايش حالك؟ حالك يا ولد؟ انت فنان فنان متصاعد راكب مع سلمك. سلم موسيقي ولا سلم؟ رقيته قريب انكسر.
الله يبسطك الله يبسطك. بيع ويضا ايش عندك انت؟ قلت لي عندي عمل. لا ممكن عندي عملين او ثلاث. بس يا ويضا صوتك هذا ما ظني ترى سمعنا شي حاجه. لا مش نال نقول الناس اللي يقول الكلام. ها الناس انا زعلان يا ولد. انت اللي بتزعل لي شكلك. صوتك هذا ما حس فيه كثير والله. في بحه هكي كان شيء سبحه في الاغنيه من مصر النجاح هاي ترى نسمعها. يا مالي حيل ريد الغم في مالي حيل. يا مالي حيل ريد الغم في مالي مالي. يا مالي حيل انت فيش تفتش يا ليل. يا مالي حيل ريد الغم في مالي مالي. مالي حيل ريد الغم في مالي حيل وانت فيش تفتش يا ليل. علي ما فيك ديرها مجرود. ايوه مجرود. والله يا ريت ما تزعلش مني انا هيك حسيت صوتك في بحة. لكن هيك تبي اشرب زي زيتون ولا اشرب في حاجه ولا ينسون ولا من رب البحة ما قلت لك تبي هيك حسيت مسك فيها غالي علي. والله الناس حبتها مني. ها الناس حبتها مني. شو كانك مضايق مني يا ولد؟ ها كانك مضايق انت تبي تضايقني. هاي نبدو عن كاميرا. طيب بس هوي بس صبي صبي السلام عليكم. السلام عليكم. ندير دق انا السلام عليكم. في سالم راه يطلع يزعل بروحه خليه يجي سالم. قطعتي؟ اه لا تو قال مسكته. لا بابا رحب علينا. لا ترحيب هذه بعدين بعد ما تعرف بعد ما تعرف ترحب بيها. تمام عن كاميرا. دور اسلوب لقيت. هاي ارجع انا دق تسمع الدقه خش اول تسع عليه الحظ اول مره صور. اول مره. مسلسل صاحب الزرع حلقه 10 كاميرتين ثاني مشهد اول مره كيو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وخشيت قبل دقة الباب. ايش رايك؟ ايش رايك؟ طول هو طول طول دق يا حمار. انا نطلع في الكيو قبل بعد الكيو ندق. بيروح سالم استنى. هي خليت تجي ماشي. قلت لك انت خليك لين يدك خليك تطول. هاي بسم الله دقتين وخشوا. كيو. انعم انعم تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نهارك مبارك. مرحبا ايش حالك؟ طيب طيب سلمى. حالك؟ بارك فيك. تفضل. شركة الإنتاج ولا؟ أكيد. مرحبا يا سيدي. أكيد شركة الإنتاج. فنان عوض بن زبي. ها؟ فنان عوض بن زبي. مرحبا مرحبا مرحبا. معلش عليك. عاود من جديد وعلي صوتك. اسمح لي. شركة الإنتاج حضرتك. عشان أنا نعلق. علي أنت غطي صوتك. لا. غطي علي. صوتك وافي صوتك. هاي كبران كيو. انعم 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 تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. ايش حالك؟ علي طيب حالك. تفضل. نهارك مبارك. الله يسلمك. طيب ايش حالك؟ الحمد لله الله يسلمك. تفضل حالك. تفضل. شركة انتاج ولا؟ ان شاء الله. ميت مرحبا. معلش شوي معلش شوي. كم ميزة كبران؟ ميزة عريضة ايش ابوكي؟ فوت يا باشا. ماشي حق يا عوض. ماشي ابوك انا قصير من فوت. لا 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 الصورة. ايش بنحط شاي وحكي يا عوض؟ بعد تك هيك يا عوض. انا علي ما فيك ديرها.